يتغير سرو يبقى جوال وين عقلي ومحير على بلادي عوال سر الخطر يتغير سرو يبقى جوال وين عقلي ومحير وعلى بلادي عوال وبغيت نادي امي وهي عيال الخاطر يتغير سر ويبقى جوال ويلي عقلي ومحير على بلادي عوال سر الخاطر يتغير سر ويبقى جوال ويلي عقلي ومحير وعلى بلادي عوال وبغيت نادي امي وهي عيالي امي وهي عيالي امي وبغيت نادي امي متيرة الدنيا مدو بغيت بلادي. شكرا لمجموعة المشاهب على هذا الأداء الرائع. مرحبا بكم معنا اليوم سي شادلي مبارك تصفيقات، لالا سعيدة بيروك، محمد السوسدي، كسرى حمادي، مرحبا بكم معنا اليوم. طبعا معنا أيضا ضيوف ومن العيار الثقيل هذه المرة. كنطلب منكم أنكم ترحبوا معايا بشكل كبير بعميد الفنانين وهرم من أهرام المسرح في المغرب الأستاذ الطيب صديقي. معنا أيضا الدكتور زهير القمري، رئيس جمعية فنون وثقافات ورئيس شرفي لمجموعة المشاهب. معنا السيد محمد مجيد، رئيس جامعة كرة المضرب سابقا وناشط جمعوي وصديق للفنانين. معنا أيضا صديق آخر للفنانين وهو أيضا رياضي ولاعب دولي سابق، مصطفى الحداوي. رحبوا معي أيضا بالسيد بلعيد بويميد، صحفي رياضي والإعلامي الكبير. أيضا معنا السيد هشام عبقري، مدير مسرح محمد السادس. مرحبا بكم.